حصن هو اسمه هيسان إثيوبيا وسوماليان إنت هيسان دي بيولد باتني والله يا بنا مالتي لا عشان يلا واتصل نضرب الكرينا يا واحد بدن بيدد كواركي ما أنت دك هذا عالمك أفرتي بقول أم متر أقصيها هينو سلاف سنة هينو سياسي رماح أو كمدا سياسيين تا ووين سومالي لان يا كهالي هشيس كيس فهمي دوان دحمري سومالي لان يتوبيا سياسي رماح يا كتشوا بهذا القصو يري مدحوينة دولة فدرالك سوماليا وحانو شاقي إن باقا دقال او كوهيو دولة يتوبيا إن آنو هاين دقال رسمية او يهي دقال كردانا سومالي لان سيدو كرانو وحوكا اللي فايدو إنكا كتش ري هشيس كيس فهم دحمري سومالي لان إيه يتوبيا وحانو تصالة وصوقاتي هشيس كي سومالي لان إيه إمارات كعربتا دي بي وول كلمة ده كسو يري حصل شيء حسن قرقورتي أنا وحسن الشيخ ما يرادة ها إثيوبيا حسن واحد شيء جاي حسن هو اسمه هيسان إثيوبيا وسوماليان إنت هيسان سكبرين واحد سمين كريسة إيطال كاية واحد سمين سي واحد لا يعني هرنا واحد سمين سي ما أنتنا واحد وضع وين أجنه أداني من كرين هركيسة بربري من كرين إن هذا محيو لقلا أنا دي أنا سين له هذا كذا ترى هذا هو مدو كل جيسته هو أنتي أدور دي سيبا أدور دي سي سيدي عاد حشيس كاو برين لهي وحلايا صومال نمو كاما يحين إسلام نمو كاما يحين وطن شعيل كاما يحين حسد كنا مقوليستو وحلاه ومدو سومار الان ان بدن با حاسدين ان بدن با حاسدين خد بدا دي وقدن بيسين وانو لغي سنين وانو مقلي واحد كوه اللي سي انا غابو اقول واحد دي ده توام حيوة مجر تصومار سومار اللي بعد ليلة سكبرين وهذا الكسيدو يهي وده سومار الان ويشرتا ميل انا دي من كرين او انا تكتلين يا إن هذا إتكلم أبو كويني جا أيوه كيري جسودة هي يوتيوب يكوتش لها تأدى السياسة هي الدولة ما تكوتها هي وشريتها كسوماليان أنا قلنا وقنا هي وحد كه الشعب الله الله هي هدانا تشوتشين هذا الله حنفط له ومدة يدنا وحنوش يجينا والله أركي صار يا بيتكلوا حلي تويتر كله يوحيد قار باهر كيسي قال صلى الله يجي إنه يصد رينا هل كان إذا صد ريك هرتا وبنت يسوس شيء كتيرتين أيوم بيجين يسوس شيء كيسي ومد الرهير سو مال لأن صد هي صد الصنارات هي الدولة ده هاي ما أنت أنا تهاي أهانا دولتا ما تدل توه يجو كتير لهي إذا كوي رضا دولة ده لبعض يا قصتي أيام الله يا إثيوبيا أيدين كوي كان تاس انت اصلا كيدي وحا كلام وشيغيا ومدر هيب سومالا تطبضن بان هاينين تاريخ دن بيسك يو كوي هوري اللي كري ما يينو كوفايني مسوينو كوخصار مهمة دا رنتي عن شركة شرائد وقبتين وحويان انا نو يفتي منو ومد يدا انا نو يفتي منو يا فايدي waayeen berbera smeeriye xiisiye la asqor iyo duuya loogala daga alaabta ayaa loogala digi jiraa daan uu soo gaaray deen weynay buud baa lagu soo rogu jiray buud magaran salmala iyo waayeen laash bila mishiino la soo jiido ayaa alaabta laga soo rogu jiray markuu badweyntiisa soo taago barkabku ama duunyuhuisa soo taagan waaweyn way meelay ku soo xidhaan oo daag ay ku soo xidhaan mu jiri jirin markaynu tuurnay xurriyadeeni lixdankii walaalnimo beena aynu ku soo hungownay ayaa waxaa raggii joogay ay bilaabeen in aanay la mid noqon haddaad imika xeebta marto meelo badan baad arkaysaa dekado badan oo jiri jiro laga guuray ayaad arkaysaa dunidu way isbedelaysaa
تكد بربرة تكد الحديد بأمريكا شرتي أو إنجليز ينو سميو تمايرو كله والله مذا هاي دي تي ما شاء الله يلا سيلو أو كله تبعتنا تولدي حلقة شرتي هي تشوجي سي عبد الرشيد بأمريكا النقضي مذا حوينا يديد تكد بربرة وين لا لسا لو بقولوا متر بيدونين اللسان ولا تالوي عبد الرزاق حاج حسين بايمي وجوجيه وي صورا تبعنا واحد عيدو عيارته عكرنت هي انقلاب كي واحد عي سياد برهيمي وككري او بيس كدكتي دولتي راشن دولت دار راشن كاي نولستي مدار كبربرة iyo tikada 400 ee mitra ee ay berberiba berbera ku noqotay raashinka uu tagay siyaad berugu tagay tikada 400 ahayd ee berberi kama guurine iyadiiba munaafa inoo noqotay raashinka markuu saaray siyaad berne waxa uu beddeshay dawladdii uu ka kireeyay Mareykanka iyadoo aan sidoo raashinka u dagay laba boqol oo mitir bay ku dartay tikada berbera oo ahaa heshiiskii iyo dhiilkii lala galay ka mid ahaa airportkana wax badan kama qabanay wuxuu sameeyeen isgaarsiinta iyo waxa labadii boqol oo mitir waa kuwa berbera in anfacay lix boqol oo mitir bay ahayd intan imika aan la ballaan mar saddexaad DP World ayaynu la galay haddana heshiis intan dambe inuu dalka ku soo noqnay oo maalin walba dekedaha iyo caalamku deeb wuxuu qaadanayaa tadawur buu qaadanayaa marka waa in dadkeenu fahmo miyeynu ku khasaaray kireyntii hore ku waa la kireeyay mise oo weliba aanay dowladda aan inaga ahayni ay kireynaysay mise waynu ku macaashnay aan qabaynaynu ku macaashnay wixii meesha la geliyay waynu haleeyay DP World baa timi waa lala yaabana maalintii 22 sanadood baa la kireynayaa wax badan bay dadku u arkayeen durba 10 sanadood oo dhow ayaa tagay maanta dekada caalamka 400 ee mitir saaka weel aynu binaaadankii Ilaahay ba loor tagno ayaynu hay wax weeyaan weelka tolatay wax Ilaahay kugu soo riday calaf kugu daray waa meeshii laakiin uma dirheer Soomaaliland waxa lagu sheegay war wixii meesha laga qabtaade waa dhaxal dalku leeyahay degmo male gobol male idgaari male waxa leh Soomaaliland ayaa dhalkeedu runtii uu harayaa sidaa daraadeed ummadeenu waa inay fahantaa weliba waxa ka sii weyn taada kadda iyo waxa ku haraya waxa ka sii weyn oo muhiim ah aqoonsiga aynu islaafsanayno Itoobiya marka muddadu way iska yartahay wixii dalka la geliyana naafaceeda iyo quruxdeeda iyo ku faa'iideysigeeda duugeeda iyo dukunbaa leh dalkaa leh marka in ummadda reer Soomaaliland wax leh waa in diilkaas aynu meel uga soo jeedaa mucaarad iyo muxaafidba oo aynu soo dhoweynaa oo aynu runtii وفي أب وابليكيشن عصر يوقع قبطرة يديدة دمانية ديت سيدا ساد سهل اي في سي بلاس حوالة تاج بانجي غف اي اديق الزقاسين تا اكو سورت قرينا يينا صوماليا قيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاسو الدق أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا